تم استعراض المنظومات التي توفر عليها الحوض المائي بخصوص مصر فيما يخص مياه الصحية وتهم بالخصوص. المنظومة الأولى هي منظومة سد مختار سوسي سد أولوز بشمال تنبان، وكذلك منظومة سد علمون وسد الأمير مولاي عبد الله ومعمل تحلية ماء البحر الذي يهم بخصوص تزويد أكادير الكبير بماء شراكة الشرب. ثم المنظومة الأخرى هي منظومة سد أهل سوس وسد يوسف التشفين التي تهم بخصوص تزويد المناطق الجبليه بالشتوكا بماء الصالح للشرب، وكذا تزويد مدينه تيزان وسيد الجنيه ومنطقه الخصاص بماء الصالح للشرب. هذا فيما يخص المنظومات المائيه. كما تم التركيز كذلك على الفرشات المائيه بالمنطقه، وخاصه الفرشه المائيه لسوس ديسوس والفرشه المائيه لنصر، وكذا بعض الفرشات المائيه الجنوبيه كالفرشه المائيه لتيزنيت، بعض الفرشات المائيه بمختلف الانديه كامن وغير وعدد من الفرشات الاخرى. وبعد ذلك تم اعطاء شروحات حول مشروع تحليه ماء البحر للمعمل المتواجد بشتوكا. هذا المعمل هذا يهم انتاج الماء للماء المحلي للشرب وكذلك الماء الفلاحي بقدره انتاجيه ستصل في الافق الى 4000 متر مكعب في اليوم. الان القدره اللي كاينه هي 125000 متر مكعب في اليوم مهيئه للفلاحه، و 150000 متر مكعب في اليوم مهيئه للماء للشرب. وهذا المعمل ديال التحليه جاء في اطار المشروع الكبير الذي يهم انقاذ الفرشه المائيه للشتوكا. بعد العمليات والانجازات التي حققتها الوكاله والتي انجزتها الوكاله باقليم تيزنيت تهم بخصوص اولا البرامج التي تدخل في اطار البرنامج الوطني للماء الصالح للشرب والسقي 2020-2027، وتهم برمجات ثلاث سدود متوسطه وصغرى، سد أدودو بجامعة أجرو، كورايزر بجامعة أربعاء الساحل ستبتدئ به الأشغال 2024، ثم سد سيدي يعقوب بجامعة أمان بمنطقة الفراوت والذي ستباشر به الأشغال في هذه السنة. من بين المنجزات كذلك اللي الآن سارية الإنجازية مشروع حماية واحة أيت منصور بجامعة أفلايغ من الفيضانات، ومن بين كذلك المسائل الاشغال التي تم استعراضها هي الاثقال الاستكشافيه المنجزه في فتره تيزنيت، وتهم المهم نركز عليه هو الثقب العميق المنجز بانزي. منطقه انزي كانت مصنفه من المراكز التي تهم الاختصاص في مياه الشرب، الان مع انجاز هذا استكشاف اللي بحمد الله توصلنا باش نخرجوا من واحد 23 متر في الثانية، سيمكن من إخراج مركز أنف من خانة الخصاص ربما للاكتفاء كذلك ولما لا للوفرة، وغادي تمكن من التوفر على منظومة متكاملة. ثم التطرق لإسهاب إلى مشروع إنقاذ القردان. هذا المشروع هذا هو كيهم مد واحد القناة على طول 90 كيلومتر من سد أولوز إلى حوض الكردان لسقي 10000 هكتار من الحواميض. هذه المنطقة هذه كانت تعاني من نضوب المياه الجوفية، والمنطقة كانت مهددة بالفناء وبالإتلاف. وجهد المشروع أول من نوعه على الصعيد الوطني في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، اشتغل منذ 2009 وبحمد الله ما زال مشتغلا وما زال مستمرا، وعرف النجاح ديالو. وتوغل مياه البحر لمنطقة الشتوكا بتبيين بعض الإنجازات التقنية المنجزة في هذا المجال، بحيث تم إنجاز مسبارين دو بيزومتر لتتبع الفرشة المائية على بعد 150 متر. هذا التبويج هذا وسائل إلكترونيكية وكهربائية اللي كتعطينا الملوحة على كل متر على عمق 150 متر. وهذه النتائج هذه بينات فعلا راه كاين توغل مياه البحر نحو سهل الشتوكا. اللي لما تدخلناش في الوقت المناسب سيتم نضوب وسيتم إتلاف هذه المنطقة بصفة نهائية وبصفة غير رجعية. وبعد ذلك تم
الوسائل التكنولوجية اللي كتميز بها الوالدين المتواجدة في الوكالة. وهذه الوسائل هي إدخال أنظمة معلوماتية، أنظمة جيد حديثة مجهزة بمجسات، وتتبع تسمح بتتبع حالة الموارد المائية كما وكيفا عن بعد. أهم مسألة كيتم فيها المفضلة هو ملي كندير واحد الثقب استكشافي كنقوموا بالتحاليل، ولا كانت التحاليل سلبية بمعنى أن هذه المياه غير صالحة فتنبه الجهات المختصة لا ما تستمر في هذا الثقب. هذا جاء في إطار يعني ترشيد المال العام، وكذلك على التحسيس لهم بأهمية المحافظة على الموارد المائية وعلى المخاطر التي تهدد الموارد المائية. وأهم حاجة دخلناها لهم في هذا العرض هذا وفي هذا المعرض هذا هو أن التغيرات المناخية لها دور كبير في التراجع ديال التساقطات وديال الواردات، وبالتالي تراجع الكمية المخصصة للفرد في الموارد المائية. لذلك يجب على الجميع أن نكون حذرين ويقظين في التعامل مع هذه المادة الحيوية لضمان استمراريتها وديمومتها، وخاصة للأجيال القادمة.